السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من One Hour Networking. بعتذر منكم بشدة يعني على الفترة الطويلة اللي ما سجلت فيها فيديوهات. صراحة أنا يعني بقوم بعملية تطوير للذات، يعني بطور أسلحتي، يعني قدراتي ومعرفتي بمجال جديد. الحمد لله رب العالمين. يعني أنا درست كمبيوتر، درست اتصالات و درست شبكات ودرست أنظمة بسموها إدارة الأنظمة العامة، يعني زي لو هسا عندك مجموعة كبيرة شركة، عندك مثلا اللي هي administration، عملية administration أو system administration، network engineer system administration. وهسا إن شاء الله راح نطور قدراتنا مجال البرمجة، برمجة الأجهزة، برمجة الأنظمة، الكمبيوترات يعني والأجهزة مثل أندرويد، أي أو إس، الأشياء هاي. وإن شاء الله كمان كمان برمجة الإنترنت، صفحات الإنترنت، مواقع إنترنت، والكونتنت مانجمنت سيستم بشكل عام. الآن في مشكلة يعني حبيت أعمل عليها فيديو، لأنه كثير في عليها يعني تساؤلات. طبعا الكالي لينوكس بيجيش مع هذا الثيم او الديسكتوب مانجر، هذا اكس اف سي اي، هو كثير كثير يعني خفيف. انا لانه جهازي ماي بي سي از تو اولد، عشان هيك يعني انا بنزل هذا الثيم ويعني بستخدمه لانه خفيف كثير وما بيأثر على البرفورمانس تبع جهازي. وامبارح انا حملت فيديوهين، اكتشفت انه لو اجيت هون ايش المشكلة كانت عندي، انه الصوت بيقطع، بياخذ وبيعطي الصوت. فاكتشفت انه هون انت لما تيجي بدك تسجل، كنت انا اروح للفيرتشوال ماشين، اردت ارجع على الاكتوال، خلينا نسميه اكتوال ديفايس او جهازي الشخصي، فكان الاوديو، فانا المفروض لازم اثناء التسجيل يعني كنت عامل ديسيبل لهي الخاصيه، لانه هاي فعليا بتاثر على التسجيل، يعني حسب ما يعني انا اكتشفت او حسب ما بين معي. الان لو اجيت على جوجل حكيت له virtual box error 19.08 او 8.08 ار سي، هو ار سي، هذا هو الخطأ، ال ار سي 19.08. طبعا انا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، لانه انا فعليا مش بس منزل فيرتشوال بوكس وعندي كمان في ام وير، فما عندي اي مشكلة فيهم الاثنين. يعني هاي اذا بتشوفوا هون انا حاولت اني شو اسمه، حاولت اني اعمل فيديو يعني على جهاز مش منزل عليه، مش منزل عليه انا اللي هو ال يعني فيرتشوال بوكس. يعني فعليا انت لو شفت هون فعليا انت لو شفته هنا مثلا، سواء شغلت هاد او هاد ما في مشكلة، شغال ما تمام. هذا كان القديم مش الحديث، فشركة اوكي، فمناته عام يعني اموره تمام. طيب ايش شو الخطوات؟ الخطوات هي التالي. انا اول شيء هاي بتقدر تعملها اكس، تبدا من هون. اذا شفت الدوكيومنتيشن فانت بدك لينوكس هيدرز. طيب انا لو اجيت بحكي لك انه اكتب او اول شيء خلينا نروح بده مني
بس ثواني. طيب هو بحكي انه علشان انزل ال virtual box لازم احكي له apt-get install dkms، وبحكي لك كمان نزل odron linux headers-. بحكي لك يونيم داش ار، مش هيك هو بحكي لك؟ طبعا بحكي لك انه هاي، لكن لو انتبهت انت عندك على جهازك راح تلاحظ انه مش هاي الموجوده. الموجوده عندك اللي هي موجوده عندك اللي هي الثلاثه هون، وهذا هو السبب الرئيسي اللي بيخليك ما تقدر. يعني لو حكيت له يونيم داش اي فتو او داش ار، فتو شايفين اللي هو. لكن انت كيف بدك تعرف انه انت بتشتغل عندك الفيرتشوال بوكس ولا لا؟ لما تيجي تشتغل بتحكي لك انه في عندك كيرنل موديول غير قابل ما بيعملش، يعني لازم تعملها سيت اب او شيء مثل هيك. لكن انت لو اجيت هون ناخذ هاي بس الامر، فانت شايف شايف هاي لنا نفس الشيء 4.4 4.4.0 4.4.0. فعشان هيك انا عندي بتشتغل الفيرتشوال ماشين. طب شو الاجراءات علشان اخلي الفيرتشوال فيرتشوال بوكس؟ فشو الاجراءات علشان اخلي الفيرتشوال بوكس تشتغل عندي؟ الاجراءات اللي بدك تعمل apt get update apt get upgrade apt get update فهسه هو راح يعمل عملية ابديت للليست او الداتابيس تبعته، عشان يعني كل الاشياء الموجودة عنده على الميروس. طبعا هاي لكل الجنو بيست اوبريتنج سيستم، كل شيء انت بتستخدم فيه عملية apt get. ف يعني اي نظام بتستخدم فيه apt داش get، اذا انت ما بتعرف يعني ايش يعني ديبيان بيس سيستم، فهو ديبيان apt get يعني ديبيان اكيد ديبيان هو اوبن تو كالي مينت، في كثير مبني على ديبيان. ديبيان اذا ما بتعرفوش الديبيان، ديبيان يونيفرسال اوبريتنج سيستم، يعني كثير كثير قدم للاوبن سورس فري سوفت وير بشكل عام. طبعا هو بيكون موجود عندك اتوقع هون اتوقع هون مادين عليه موزيلا. طيب دوت ف الديبيان غني عن التعريف الديبيان. طيب انتوا بتعرفوا هون الدوكيومنتيشن تبعتهم هائلة، كل شيء عاملينه دوكيومنتيشن، كل شيء مش يعني من ابسط الامور لاخر شيء، يعني الدوكيومنتيشن تبعتهم بتكفيك علشان بتكفي انك اللهم صل على سيدنا محمد، بتكفي انك تعلم كل شيء عن اللينوكس. طبعا وراح تتعلم ديبيان اكيد، بس يعني اشياء بسيطة مش اشياء معقدة. فانت اخر شيء بدك تعمل ابديت ابديت ابجيت ابجريد ابجريد. هسا انا ورجيتكم هون في الاعلى انه عندك الكالي وعندك هاي،
فنفس الشيء. لكن انت اللي راح يكون عندك الفرق انه هو لما تيجي تعمل يونيم داش ار راح تكون عندك هاي شو ثلاث، بينما هاي طبعا هاي كمان راح تكون ثلاث، لكن هون انت لما تيجي تعمل انستول هاي ما راح تطلع عندك، او لا راح تطلع عندك هيك، ولكن انه انت عندك يعني الفرق الرئيسي بكل المشكله، سواء انت كنت بدك تنزل فيرتشوال بوكس او في ام وير او تعريفات كرت الشاشه، كرت صوت مثلا معين عليه ريستريكشن من الشركه، او بدك تعرف الوايرلس ادابتر تبعك، او بدك تعرف اي شيء خارج عن الاوبن سورس والفري سوفت وير، فلازم تعرف، لازم تعرف انه انت بحاجه للكيرنل نفسها والكيرنل هيدر، ولازم الكيرنل والكيرنل هيدر يكونوا نفس الشيء. يعني انت لما تعمل لينوكس هيدرز هاي لازم تكون عندك هاي نفس هاي، اذا كانوا مش نفس الشيء معناته ما راح يشتغل عندك. تمام، انا حاطين انه في يعني هم دائما في عندهم تطوير على نظامهم الكالي، هذا الشيء رائع يعني وشيء ممتاز. هاي واحدة. ثنتين، كمان انت بعد ما تعمل ابجريد هسا علشان تاخذ نيو كيرنل، يعني يوني نيو كيرنل شو بدك تعمل؟ مش ابجريد، ديست ابجريد، ماشي؟ اذا بدك ديستريبيوشن ابجريد بتاخذ الكيرنل الجديدة. الان الكيرنل الجديدة ما راح تشتغل الا لما تعمل ريبوت، يعني راح تظل انت لما تيجي اورجيكو شغلة هون، بدي اعمل كات بس مش راح اخذ كل الاشياء هاي، بس بدي اورجيكو انه شو اللي صار عندي. انا زمان كانت عندي زيكو اللي هي هاي اللي هي موجودة حاليا، اللي بصير انه صارت عندي هاي، كيف بدي احملها؟ ما بقدر احملها الا لما اعمل ريبوت للنظام كامل، فباخذ الكيرنل الجديدة مباشرة، بس ياخذ الكيرنل الجديد وبحكي له apt dash git install dkms، كمان عندك virtual box، وكمان عندك linux dash headers uname-r. طبعا بحكي لك كلاتهم موجودين في هاي الحالة، فانت بتيجي بتشغل فيرتشوال بوكس وبتشتغل عندك ان شاء الله. بس يعني هاي هي كل شيء. فرضا ما اشتغلت عندي، انا كنت عامل انستول لدي كي ام اس قبل ما اعمل ابجريد، يعني قبل عملية ال distribution upgrade أو dist upgrade، يعني قبل هاي العملية، قبل عملية dist upgrade شو لازم أعمل؟ مثلا reinstall، أعمل reinstall، جرب أعمل install reinstall DKMS، install reinstall VirtualBox، install reinstall Linux headers مرة ثانية إذا ما صارت معك شيء. طبعا هذا الحل فعليا طبعا هذا الحل مش بس حكيت لكم، وكمان في عندك الاكزام كونفيج كمان بيحل مشكله الاكزام كونفيج. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.